دكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. مساء الخير يا فندم. مساء الخير أخي هاب، حياة لك كل السادات وأستاذ المشاهدين المتابعين الكرام. يعني كيف يصدق عاقل على الأرض أنه رئيس الوزراء أفرج عن 45 أسير من ضمنهم واحد بأهمية مدير مستشفى الشفا اللي قعدوا يقولوا دي مليانة أسلحة ومليانة مش عارف إيه وطلع ما فيهاش حاجة، ورئيس الوزراء يعمل نفسه مش عارف؟ يعني طبعا واضح انه عمليا كل ما يدور في هذا الامر هو مجرد اختلاق. الكل يريد ان طبعا ان يهرب امام المعارضه، لانه وجهتين نظر، وجهه نظر قالت ان السجون اصبحت ممتلئه وبالتالي نحن مضطرين لاطلاق سراح من انتهت محكوميتهم، يعني جزء انتهت محكومتهم كانوا قد امضوا 20 عام. لا انا استاذن حضرتك يا دكتور محمد ابو سلميه. دكتور ايمن استاذن حضرتك بس اتكلم بالراحه سنه علشان استوضح مخارج الفاظك خصوصا مع اختلاف اللهجه. يعني طبعا كما أشرنا أن الاحتلال أفرج عن مجموعة من الأسرى كانوا قد أمضوا فترة اعتقالهم، جزء منهم أمضى أكثر من 20 عاما في سجون الاحتلال وإطلاق سراحهم كان طبيعيا. أما في موضوع طبعا الدكتور محمد أبو سلمي مدير مستشفى الشفاء، بدأ هنا اللغط الكبير كما تبعنا في الإعلام العبري. لا كمان اللغط زاد أو اختلق بسبب تصريحاته عن الأسرى اللي بيموتوا من التعذيب، وهو يعني ده شخص مسؤول. يعني بالضبط، هو عندما خرج الدكتور محمد أبو سلمية وأعطى بعض التصريحات مباشرة أثير هذا الأمر في لدى دولة الاحتلال، وأول من بدأ يهاجم طبعا المعارضة وعلى رأسهم جينتس ويائير لبيد كيف تطلق سراحه، ورغم أنه طبعا القضاء لم يثبت على رجل شيء، يعني حتى في فترة التحقيق لم يثبت شيء، هو مجرد أنه مدير المستشفى. الاحتلال يصر أن هناك أسرار في المستشفى، الرجل ليس لديه ما يقول، وبالتالي طبيعي جدا أن يقوم القاضي عند التجديد بإطلاق سراحه. وقال حتى دكتور محمد أن القاضي ثلاث مرات جدد له دون أن يكون هناك ملفات، بالإمكان كان أن يحيلوا إلى الاعتقال الإداري كما جرت، ولكن واضح أن هناك أزمة داخل السجون، خاصة السجن الجديد الذي بني لغزل هو سادات إيمان، وهو هذا السجن السيء السمعة الذي يتم من خلاله طبعا كما أشار الدكتور محمد السلمي وآخرون تم خرجوا من المعتقل خلال الأيام الماضية، هو سجن مخفف لأسرى غزة يتم تعذيبهم بشكل وحشي، يطلق عليهم الكلاب البوليسية، يقدم لهم فقط العيش الحاف يوميا رغيف واحد، وعملية إدلال وإهانة طبعا بشكل فوق العقل. أشكرك جدا يا دكتور أيمن، وربنا معاكم إن شاء الله يعني نشهد تحسن أوضاع الفلسطينيين في القريب العاجل. دكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. الحقيقة دكتور محمد سلمية أول ما زي ما قال الدكتور أيمن أول ما خرج أدلى بتصريحات خطيرة أنه التعذيب بيصل إلى أنه في أسرى بيموتوا من بشاعة التعذيب اللي شافوه، وده بقى اللي عمل التمثيلية بتاعت إيه ده بجد يا جماعة، هو أنتوا أفرجتوا عنه؟ طب إيه يا أخوانا، لا لازم نعمل تحقيق، ومين اللي أفرج عنه؟ كأنه يعني جاي من تورا بورا، مش هو رئيس وزراء في حالة حرب محدش يقدر يتخذ قرار زي ده، ده المفروض يتحولوا للإعدام مش تحقيق لو كان يعني يتعمل من وراه يعني. لكن على العموم طبعا إسرائيل عمالة تعبي علشان لما يحصل مفاوضات تبقى هي جاهزة ومعاها ناس كتير قوي، فلو قالك إيه يعني إحنا لينا مثلا عندهم 300 يبقى نطلع لهم 300 قدام 300، لا نطلع لهم، عشان كده حماس كانت بتقول الكل في مقابل الكل، لأن الكل هنا 300 الكل هنا 30 ألف على الأقل، ده ممكن 300 ألف، فعمالين يعبوا وياخدوا ناس.